مين جايب هذا القوة؟ مسنود؟ يعني لو من الأعظمية هسه معروفة هالأعظمية تعاملهم أو شلون قوتهم؟ شوف ابن الأعظمية إيه؟ ابن الأعظمية مثل ابن هذه الدعرة ابن الأعظمية وابن الفضل خشمة يابس إيه؟ ولذلك لا يمكن أنه يخلي أن يرتكب خطأ أو حماقة صبيانية تجعل أنفه يعني ينزل إلى الأرض. هذه يسويها الآخرين غيري، أما اللي مثل اللي متربي في مدينة تاريخية ودينية لها رمزيتها ولها أصالتها لا يمكن أن يرتكب خطأ يؤذي سمعته وسمعة مدينته. زين. ولذلك أقول لك أنه أنا مطمئن إلى أنني عندما أدخل المعارك أدخلها بشجاعة وأخرج منها منتصر بإذن الله، لأنه ليس لدي في ضميري وفي قلبي إلا مصلحة جمهوري ومصلحة أهلنا ومصلحة وطننا.